كانش بيجي او كان بيجي ويسيب الوصولات ويمشي. فايه الحد بيوت؟ عايزين نعرف قصه ايه الموضوع. دي البيت عليه فعلا 44000 جنيه ميه بس محدش بيجي يحصل بقالهم 15 سنه. مفيش حد عايزين يحصل بيجي يقول لنا انتوا عليكم كذا ادفعوا كذا. فجاه كده هو جم قطع الميه. طب دلوقتي انا قاعد في السادس, في ناس قاعده فوقيا في السابع, مفيش اسانسير مفيش اي حاجه خالص. دلوقتي هنجيب ميه ازاي وهنشرب ازاي؟ ايوه انتوا بتجيبوا, انا ده اللي كنت عايز اساله لك, بتجيبوا ميه منين؟ بتشربوا ازاي؟ عايشين ازاي؟ بنجيب ميه من نزل الشارع, بننزل من السادس ماشي. لو حد كده معدي كده غلبان كده دوت راح ادانا اي حاجه اللي هو شرب ميه وبتاع, بنشحن ميه دلوقتي مش بنتحرق بنشحن فلوس بس. حسب ما انا بكتب يعني مش عارف لو اي حد مكاننا يشوف. انتوا كم واحد في البيت ده؟ كم اسره يعني؟ احنا بتاع 15 اسره. 15 اسره. هو بيقول لي 12 شقه في 15 اسره. ما هو في واحد متجوز معاه. متجوز معاه. طب ما كلمتوش حد؟ ما حدش جه من حي؟ مسؤولين بتاع ميه, مسؤول ولا اي حاجه؟ المسؤولين هم اللي شالوه. ما حدش حاول يحل المشكله اتدخل بتاع؟ احنا قلنا اشتكينا لربنا بقى, هو احسن من اي حد. الناس ديت يعني حسب ما انا ما كنتش ما حدش يقبلها في بيته ان حد يقطع عنه ميه. حد لو حد لو هو بيشرب ما حدش قال له بقى الازازه هيقول له انت ازاي تعمل كده؟ دلوقتي انت قطعت عننا ميه وهواء وكل حاجه. انا لحد الساعه في الميه, النور والميه, النور والكهرباء شغالين والغاز شغال, بندفعه واخد بالك؟ كل حاجه بندفعه اخر وصولات معانا. هما بيحوشوا عن غيرنا بقالهم 13 سنه ما حدش بيجي. اشمعنى الميه يعني؟ ايه؟ يعني اشمعنى الميه؟ احنا بندفع عشان ما فيش شغل وما فيش فلوس. 13 سنه هما ما سالوش ولا انتوا سالتوا؟ لا ما سالوش. هو انت ايه الشغل عشان نسال؟ المشكله اتحلها ايه دلوقتي؟ عملتوا ايه؟ ما كانش حد بيجي. احنا قلنا ما حدش معاه فلوس يدفع. جاي دلوقتي كن فيكون, انا عايز فلوس. طب ما كلمتش ليه حد مثلا من الحي ولا من الاداره بتاعت الميه دي قسط لكم؟ ما حدش. احنا كلنا صناعيين. ما حدش بيسال. المحل البزنه بتاعته فاضيه. ما حدش بيسال. ما حدش موظف. ما فيش ولا موظف. في حد بيعرف يعيش من غير ميه؟ حاجه غير دلوقتي.